السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع مسيلة لنتعرف على بعض الأحياء السكنية الجديدة التي تم إنشاؤها في الإقليم تاع الولاية تاع مسيلة، واللي يعني المؤسف أن نقول أنه يعني في ولايات كما مسيلة اللي يعني ما عندهاش مشكل تاع يعني تاع العقار، يعني نروح نبني في هذه يعني البنايات الشاهقة 5 6 7 طوابق، والله أمر غير مفهوم. إن شاء الله المسؤولين يفهموا باللي هذا النوع من البنايات لا يليق بال يعني التضاريس أولا، يعني المناخ، وكذلك يعني يخلق مشاكل للعيش للعائلات الجزائرية، وكذلك مشاكل للصيانة، يعني الصيانة تاع البنايات هذه اللي تكون عالية تصعب الصيانة تاعها. المهم إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.